شبح المخدرات الذي جاب معظم فئات المجتمع لم يسلم منه لا كبير ولا صغير، حتى أنه امتد إلى الجنس اللطيف، مدمرا بذاته كيان المجتمع وأصوله، نظرا لآثاره السلبية الفتاكة من الناحية النفسية للمدمن والوسط المعاش فيه. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. نحن الآن متواجدون بولاية سطيف لنرصد لكم آراء المواطنين حول آفة المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع. الأسباب أختي راهي متعددة، فهمتي؟ كاين فيت، كاين قاد، كاين كلش تأثر في كلش، تأثر في الجيب، تأثر في المخ، تأثر في الجسم، تأثر في كلش. مخدرات هي واعرة في كلش أختي. شارع تاعنا وشن هي؟ واحد يقول أرواح اللي جي، مهم اللي جي أنت وعنا وكل واحد ما كانش يعطيك صلاح، والله يقول لك هذه طريق ماهوش مليح، والله ننصحك بهذا ماهوش مليح. اللي ولاه يجر عليك، كيما نقولوا يجر عليك، ها جرب انت، فات جربت الحاجة هذه خلاص تولي مدمن عليها. والإدمان هذا واعر صعيب بزاف، دوك لازم تداوي عليه، ولازم تخش صادق كيما نقولوا بلدان أخرين، لازم تخش قريب واحد العام باه يعني إنسان يخرج من الإدمان هذا. إدمان هذا موش حاجة سهلة. الحي ما يرحمش، تخرج صورت ما عندكش في الجيب، تشوف ما على باليش. أنا واحد النظرية هكذا يعيشوها الجينيراسيون دوك، لابس بيان وآلاز ولاكوست ومنا وهذا، على بالو بلي يكون يروح يخدم شهر ما يلبسش تريكو تاع لاكوست، ما يلبس بدري تاع الجملين. الباب تاعو شنو هي؟ مخدرات. يتعاطيها اون ميم طون يبيعها. او لا دروك ما ترحمش، خاطر ماكش لا عندك مليون في جيبك، لاباس تاعك وشنين مخدرات يخلصوا لك، ما يلقاش منين يجيب، يا يسرق يا يقتل يا ما على باليش. كاين سوليسيون، كاين حل، بيجيب دراهم بيع من راسو بري، ما عندوش حل واحد اخر. سورتو لا كانت سوسياسيون فقيره ما كانش مدخول بزاف. البطاله، البطاله عندها كيما نقولوا اثر كبير، ان الشباب هذا راب الكلش. و ميم طون ثاني كيما نقولوا هنا متوفر ديسبونيبل كلش، يخرج هذا السيد من الدار للشارع يلقى المخدرات اوتوماتيكمون مع البطاله مع رفقاء السوء ما اوتوماتيكمون يلقى روحو ندمج ونغانس خطره زوج ثلاثه يولي يوالفها. ابني الحوايج هذو ويحرين وصغار يروحوا يودروا الشباب تاعهم هكذاك، تروح يكون يصيبوا يعني اللي يعود يحرم ما يقدمش حاجه وليدي الحاجه اللي مش ملاح اللي ضروا. وفي الاخير نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.